جوي وعواصف استوائية قادمة نحو المملكة إن شاء الله. سنرى في هذا الفيديو إذا كانت ستدخل أم لا في هذا النشرة الجوية المفصلة. إخواني الكرام، ونعطيكم المناطق المعنية بالتساقطات المطرية في المنخفض الأول والجبهات الممطرة إن شاء الله. سأل الله الثبات لهذه الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع، وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. إذن مشاهدينا الكرام، تحية طيبة للجميع، مرحبا بكم في هذه النشرة الجديدة ولآخر تحديث النموذج الأوروبي والأمريكي. سوف نلقي نظرة على التوقعات الأيام القريبة المدى والبعيدة المدى إن شاء الله. منخفض كما شاهدتم في بداية الفيديو، منخفض كبير. ونصيحة إخواني الكرام، فمر مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل المتعلقة بالحالة الجوية خلال الأيام المقبلة. إخواني الكرام، إذا دخل ذاك المنخفض الأطلسي في منتصف شهر أكتوبر أو في منتصف شهر أكتوبر، فيتوقع أن يكون منخفض رائع ومنخفض مفرح جميع المغاربة إن شاء الله. أسأل الله أن يدخل إلى المغرب لأنها ستكون حالة جوية استثنائية إخواني الكرام في أكتوبر. والآن سننتقل للتفاصيل، لكن قبل البدء ما تنسوش أخوتي دعمونا بلايك، تشتركوا في القناة، الله يجزيكم بخير، لأن أكثر من 80% ما كيديروش لنا لايك، ما عرفتش علاش. المهم الخوت، كنتمنى منكم الدعم، وهذه كتبقى مجرد توقعات والتوقعات قابلة للتغيير، لكن نعطيكم تحليلات قريبة المدى خذوها بعين الاعتبار، والتوقعات البعيدة المدى قابلة للتغيير كما أقول لكم دوما، لتكونوا في نظرة عامة على الحالة الجوية. بالنسبة لتوقعات الفترة المسائية من بداية شهر أكتوبر، فيتوقع تساقطات بعض العواصف الرعدية، احتمال أن يكون الطقس نسبيا حار إخواني الكرام على العديد من المناطق المملكه. والمناطق المعنيه بالتساقطات المطريه فهي مناطق كامدن وامزميز وايمنتاني، تساقطات مطريه رعديه محليا على مناطق تبانت، وكذلك مناطق وطات الحاجه ومناطق توريد. قد تعرف بعض التساقطات المطريه وميدل تتوفيت، عفوا، تساقطات مطريه محتمله ربما على هضاب الفوسفات، قد تصل بعض الامطار حتى مناطق وجده، لكن تبدو ضعيفة تلك التساقطات المطرية. فالأمطار المتوقعة على مناطق المرتفعات الحوز، خصوصا منها ياسول وكذلك إيمنشيل، وكذلك تبين تساقطات رعدية متوقعة كذلك على مناطق وكيمدن وأوزميل إن شاء الله. تساقطات محلية قد تكون قوية إخواني الكرام، مع احتمال كما قلنا اضطرابات جوية هامة وتكون منخفض جوي أطلسي غير مسبوق إن شاء الله يقترب من المملكة. نسأل الله يدخل المملكة خلال الأيام القادمة. فسوف نرى في هذا الفيديو إذا كان سيدخل هذا المنخفض أم لا إخواني الكرام. ضروري جدا مشاهدة الفيديو إلى نهاية في هذا الفيديو القصير. في حلول يوم أربعاء 2 أكتوبر، فيتوقع بإذن الله تكونات، كذلك مازال مرتفع مسيطر هنا ومخيم الإخوان عندنا في هذا البلايص، يعني غيؤدي إلى عدم دخول أي منخفضات جوية أطلسية. مع سيطرة الضغط الجوي ستؤدي إلى احتمال ارتفاع في درجة الحرارة، لأنه الضغط الجوي مرتفع جدا يشتت المنخفضات يبعثرها كما تشاهدون إخواني الكرام. هناك العديد من المنخفضات يسحبها ويتغلب عليها بهذه العبارة. خلال اليوم الخميس ربما تشهد المناطق الشمالية أجواء غائمة، قد تعطي تساقطات مطرية، قد تكون أحيانا ضعيفة إخواني الكرام بسبب هذه المنخفضات تأتينا، أو هذه الجبهات تأتي من هذا المنخفض هنا المتواجد في المحيط أو الأبيض المتوسط. لكن عموما إخواني الكرام، في الفترة المسائية يتوقع أن تستمر هذه الأجواء الغير مستقرة على أقصى شمال المملكة، تعطي بعض التساقطات ضعيفة على مناطق تطوان، تصيح العرائش باب برد وطنجة وأصيلة. أما التوقعات الأيام القادمة فهي مبشرة بإذن الله، سنعطيكم آخر التفاصيل. يوم الجمعة يتوقع كذلك أجواء أن تكون غائمة على العديد من مناطق المملكة كما تشاهدون، خصوصا المناطق الغربية، قد تعطي بعض التساقطات المطرية، سنقدم لكم بعض المناطق المعنية. الرباط، الدار البيضاء الجديدة، طنجة، العرائش، وكذلك باب برد وتاوريت وجرادة، المناطق قد تعرف بعض التساقطات المطرية لكن تبدو ضعيفة، مع احتمال استمرار هذا المنخفض المرتفع أو عفوا القوي جدا المسيطر بشكل قوي كما تلاحظون إخواني الكرام، مسيطر بشكل قوي على العديد من المناطق كما تشاهدون، تبلغ قيمته 1022 هكتو باسكال، يسجل قيم ضغط مرتفع جدا ما يؤدي إلى صعب إخواني الكرام أن يبتعد، لكن احتمال كبير إن شاء الله خلال الأيام البعيدة المدى التي سنقدم لكم في هذا الفيديو أن يبتعد. فضروري إخواني الكرام شاهدوا الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل. وبالنسبة لتوقعات يوم السبت 5 أكتوبر، يتوقع بإذن الله كذلك كما تلاحظون ابتعاد المرتفع الجوي كما تشاهدون، مع تواجد منخفض جوي قطبي وكذلك تواجد مرتفع جوي أيسلندي أو أطلسي، كذلك منخفضات هنا ومنخفضات هنا. سنرى إخواني الكرام المناطق المعنية احتمال دخول جبهات ممطرة ستكون مهمة إن شاء الله بداية من يوم الأحد، تساقطات قد تكون ضعيفة بالعديد من المناطق والمدن، خنيفرة وكيكو سيدي سليمان والرباط. بالنسبة للفترة المسائية يتوقع بإذن الله أن تصبح هذه التساقطات المطرية قد تكون غزيرة محليا على العديد من المناطق المملكة، على لالة ميمونة، وزان، سيدي علال التازي، سيدي سليمان، قرية بو محمد، تاونات،
أكنول ساكا وقرسيف تاوريرت وتازا وتالا وفاس ومكناس، تساقطات مطرية متواصلة على سكورة مداز وإيفران والماس وخنيفرة، كذلك ميسور ووطاط الحاج زود شيخ وابن ملال إيمل شيل تونفيت والظلال وتبعنت، تساقطات مطرية رعدية متوقعة أو منخفضات جوية أو دخول جبهة ممطرة بإذن الله ستؤدي إلى هذه الأمطار بحول الله خلال يوم الاثنين إن شاء الله، فيتوقع أن تشمل بعض المناطق تساقطات مهمة على فاس والخميسات مكناس الروماني ربما الدار البيضاء كذلك والرباط وكذلك القارة وبرشيات ولاد فرس سيدي بنور وخريبكة وواتزم والبرو، لكن هذه التوقعات فهي ما زالت نسبيا بعيدة وقابلة للتغيير، المرجو تفهم الوضع. بالنسبة كذلك عمور الساعات سوف تستمر هذه الأمطار على سطات خريبكة والرباط وكذلك الدار البيضاء والقارة وبرشيد والروماني والخميسات ومكناس، تغييرات كبيرة ومفاجئة في الحالة الجوية بدخول جبهات منخفضات أطلسية إلى بعض المناطق كما ذكرنا لكم. أما بالنسبة للفترة المسائية سوف تمتد هذه التساقطات المطرية للعديد من المناطق المملكة والمناطق المعنية مشاهدينا الكرام، فهي كالتالي: تساقطات حاضرة على العديد من المناطق ومنها مناطق وجدة وبركان الناظور وكذلك الدريوش وساكا وتوريرت أكنول والحسيمة وإيساقن وكذلك تاونات، تساقطات حاضرة على مناطق تازة قرية بو محمد للا ميمونة والعرائش سيدي سليمان. حالة الطقس بالمغرب ممطرة والليل الحمد يوم الاثنين 7 أكتوبر على مناطق فاس ومكناس والخميسات وكذلك بن سليمان، تساقطات حاضرة على الدار البيضاء والرباط والمحمدية وسلا والقارة برشيد خنيفرة خريبكة واتزم وزود شيخ وسكورة مداز وسطار وكذلك سيدي بنور على استرغنا أكادير بوعشيبة وأزيلال وتباينت ومراكش وكيمدن أمزميز وششاوة واليوسفية، تساقطات مطرية محتملة على المملكة طلب بدخول هذه الأمطار وكذلك المنخفض الأطلسي. الله على منخفض جوي قادم إلى المغرب يتجه نحو المملكة إن شاء الله، نسأل الله أن يدخل إلى المملكة خلال الأيام القادمة. كما تشاهدون منخفض جوي كبير وعملاق إخواني الكرام يمتد على العديد من المناطق كما تشاهدون إخواني الكرام، وهذا المنخفض الجوي كما تلاحظون منخفض جوي كبير، ربما تعرف بعض المناطق تساقطات مطرية وكذلك على الأقصى الأقاليم جنوب المملكة دخول عواصف مدارية متوقع إن شاء الله، يحتمل بإذن الله أن تدخل بعض الجبهات المطرية وربما تدخل بشكل كبير، فسوف نعطيكم وسوف نراقب هذه الحالة الجوية الاستثنائية في شهر أكتوبر إن شاء الله، خصوصا في 10 أيام القادمة من شهر أكتوبر، فاحتمال بإذن الله أن تعود المنخفضات الجوية الأطلسية إلى المغرب بعد غياب طويل إن شاء الله، فنتمنى خير إن شاء الله. كما تشاهدون منخفض جوي كبير إخواني الكرام يتجه إلى المملكة وكذلك مع احتمال أن يبتعد المرتفعات الجوية الأزورية بإذن الله ربما تشهدها، لكن التوقعات ما زالت بعيدة إخواني الكرام، قد تتغير ربما يشهد هذا المنخفض تغيرات جوية ربما يتجه بهذه المناطق إخواني الكرام مباشرة، ربما يتكون مركزه في هذه المناطق إخواني الكرام كما تشاهدون، فالمركز هنا ولكن ربما يتمركز في هذه المناطق وربما بشكل جد مهم قد يتمركز في هذه المناطق، وعموما سوف تصل بعض الاضطرابات ربما بشكل قوي او ضعيف، لكن سوف نوافقكم باخر المسجلات خلال الايام المقبله ان شاء الله. كونوا في المحمل بتساقطات مهمه واحتمال ان شاء الله استمرار بعض التساقطات على الشمال الغربي للمملكه على المناطق العرائش والرباط. اما بالنسبه لتراكمات الامطار ان شاء الله خلال الايام القادمه للنموذج الامريكي جي اف سي 22 كيلومتر، فقد تصل كمية الأمطار إلى أزيد من 30 مليمتر إخواني الكرام على مناطق فاس، قد تسجل على فاس 20 مليمتر، تازا 18 مليمتر، جيجو 15 وخنيفرة 20 مليمتر، بني ملال 21 مليمتر، وكذلك مناطق خنيفرة تصل إلى أزيد من 20 مليمتر، وكذلك بني ملال كما تشاهدون إخواني الكرام، تساقطات مطرية محتملة إن شاء الله بتراكم أمطار جد مهمة على العديد من المناطق.